صباح الخير مشاهدينا، صباح جديد من برنامج يوم في الخير. النهاردة حلقة متميزة جدا، هيكون معانا فقرات عديدة. أول فقرة فيها هنبتديها مع ضيف هنعرفه في السطور: اتخذ من الخير رفيق، ومن العمل والكفاح خطوات وطريق، ومن المبادرات الشبابية والمشاركات المجتمعية العديد والعديد، فكان منها اكتشف موهبتك، ابدأ حياة جديدة، ابدأ حياة جديدة، طمن قلبك. فحقا استحق أن يطلق عليه صيدلي السعادة. معنا ومعكم الدكتور أحمد عبد الله خلف، أخصائي التغذية العلاجية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. صباح الخير أستاذة مروة، صباح الخير وكل السادة المشاهدين، صباح الخير على أم الدنيا كلها. أهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم. طبعا حضرتك النهارده بنتكلم على مجالات حضرتك في المبادرات الشبابيه والمشاركات المجتمعيه العديده جدا. من الامر اللي كان فعلا لافت للانتباه مبادره لحضرتك قمت بيها، مبادره ابدا حياه جديده، ممكن حضرتك تكلمنا اكتر عنها؟ الحقيقه انا شخصيا مريت بتجربه كده معينه، ان انا بدات انزل وزني وكنت فاهم الموضوع غلط، ان الثقافه الغذائيه موضوع كبير جدا وفي فروع كتير جدا فيها مرتبطه بالصحه جدا. فلما جيت عملت القصه دي انا خسيت حوالي 20 كيلو، فقلت اعمل حاجه ليها علاقه بالموضوع، فجمعت على منصه واحده مجموعه من القامات ليهم علاقه بالموضوع تحت شعار ابدا حياه جديده. كان اخصائي تغذيه، كان دكتوره نساء وولاده، كان اخصائي اطفال معانا، كان دكتور التنميه البشريه، وكنت انا موجود معاهم برضه كصيدلي ساعتها. وعملنا مبادره في النادي الرياضي كانت جميله جدا، عملت يعني صدى حلو جدا وفات الناس. خدنا الموضوع من اول بقى الطفل ما ينشا في بطن امه لغايه ما يتولد مع طبعا دكتور الاطفال اتكلم عن الموضوع. بعد كده بدا دكتور التغذيه بقى يكمل حياته وبدا يتكلم عن التفاصيل بتاعت الايه التغذيه والكلام ده. تمام. طيب النهاردة يا دكتور برضو من الأمور اللي هي الشائعة إنه السمنة، ناس كتير قوي بتعاني من السمنة، خصوصا بيعانوا منها نفسيا وكمان أمراض كتير جدا، لكن مش عارفين إزاي يبدأوا. فإيه أولى خطوات التغيير في الموضوع ده، أو إزاي النهاردة حضرتك النصيحة اللي بتوجهها لمريض السمنة إزاي يبدأ؟ برافو استاذه مروه، فعلا حضرتك قلتي حته مهمه جدا اللي هي النفسيه، لان الشخص اللي ناوي ياخد قرار ان هو يبدا يخس وهو داخل يجرب او داخل يشوف ايه الوضع يبقى بلاش، لان انت فعلا لازم تبقى انت من جواك واخد قرار انت هتعمل الخطوه دي، وان انت فعلا عايز تغير حياتك زي ما بيقول ابدا حياه جديده، عايز تغير شكلك، حاسس ان في بعض الاحيان حاسس ان لبسك بدا يضيق عليك. دايما نقول ان في مفاتيح لبدايه الدايت: رقم واحد تعرف اضرار السمنه ايه، رقم اتنين شكلك هيتغير هيبقى شكله ايه، شكلك هيبقى احسن. تمام، كل دي عوامل نفسيه فعلا وعوامل مجتمعيه موجوده عندنا في الحياه تخليني اخد الخطوه دي بشكل ايجابي، لان انا بعالج حد يعني مش عايز اقول ان هو ايه شبه المدمن، هو مدمن اكل، مدمن طعام. فلما اجي اسحب منه الاكل لازم هو يكون مقتنع من جواه ان هو هيتحرم شويه في الاول فتره معينه وبعد كده هيتعود. تمام. طيب يا دكتور برضو يمكن من الأمور الشائعة أو بيظن الأفراد يعني أنه بالنسبة لعلاج النحافة أنه هو أمر أسهل من علاج السمنة، هل هذا يعني الظن صحيح؟ لا، يعني هو طبعا زملاء أطباء في التغذية عارفين الكلام ده كويس، علاج النحافة أصعب بكتير من علاج السمنة، لان علاج السمنه انا بوقف يعني بوقف مصدر الاكل، ان هو يوقف بخليه ياخد اقل شويه يعني وجبات اقل شويه. لكن في السمنه عشان ازود الوزن يعني عفوا في النحافه محتاج ان انا اخليه ياكل اكتر، بتبقى فيها جزء نفسي كبير جدا، لان الشخص ده غالبا بيبقى هو نفسيته وحشه. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها برضو ان هو لازم يطلع يشوف مناظر طبيعيه جميله، يعني مش مجرد اكل بس. طبعا اي مشكله سواء كانت سمنه او نحافه لازم بشوف شويه تحاليل الوضع الفسيولوجي ايه بتاعه، بتاكد ان في بعض ربما يكون هو عنده مثلا شويه ديدان، عنده حاجات بتشاركه في اكله. تمام، ربما يكون عنده انيميا شديده، كل ده بيعيق زياده الوزن، فلازم اتاكد الاول من سلامه تحليل الدم.
وبعد كده ابدا نفسيا اهيئه. وزي ما حضرتك قلت كده الجزء النفسي مهم جدا ان انا اشجعه ونكسر الحواجز ما بيننا وما بين المريض، يعني نخليه يعني يحس ان دكتور التغذيه ده زي اخوك كبير او اسره مع بعض يعني، تمام. فبيبدا هو ياخد الخطوات ديت، يبدا هو يحس بالتغيير من اول اسبوع، جاست ان هو بدا يحس بالتغيير بيبدا يكمل معاك. تمام. طيب يعني النهارده يا دكتور، هل ممكن يعني ان احنا نقول ان نفسيا مريض السمنه نفس برضو الاعراض النفسيه بتاع مريض النحافه؟ طبعا الاثنين لو هم الاثنين مرتبطين بالجزء النفسي، لان الجزء النفسي قبل ما تبدا تدي اي علاج او تبدا تتكلم في وصفات غذائيه او تبدا تتكلم في، لازم الجزء النفسي تتكلم شويه مع المريض، لازم هو يبقى متقبل الفكره نفسها، لازم هو يكون عارف ان هو هيحصل معاه تغيير، هو جاست ان هو حاسس ان هو هيحصل معاه تغيير هو هيبدا يتشجع ويكمل مشواره لاخره. تمام. يعني برضو احنا موضوع السمنة او النحافة طبعا يعني موضوع كبير جدا. انا طبعا يعني نظرا لان حضرتك يعني شاركت في مبادرات كتير جدا، كنت برضو حابة ان حضرتك تكلمنا عن مبادرة طمن قلبك. تمام. الحقيقة احنا ساعة جائحة كورونا عملنا طبعا، بعد اذن حضرتك بس، في صور معانا طبعا لمرضى حضرتك دي ان شاء الله هنعرضها. تمام. النتائج اللي وصلت ليها نعم. تمام. طبعا فعلا نتائج ما شاء الله نتائج ايجابيه جميله جدا، فرق طبعا قبل وبعد. تمام. ابدأ حياة جديدة وعلاج نحافة. تمام جدا. تمام جدا. حضرتك ممكن تعلق لنا يعني مثلا اول احساس او اول كلمة ممكن يقولوها لحضرتك يا دكتور يعني بعد ما بيشوف النتيجة دي؟ طبعا في الاول بيكون الموضوع هم جايين يجربوا، بيبقى غالبا 90% من اللي جاي يسمع عن دكتور، وممكن يكون راح كذا دكتور وممكن اول مره يجي، فهو جاي يجرب. انا مجرد ان انا ببدا احاول افهمه حته ان هو ايه هيبدا حياه جديده، وحتى انا ببدا اقول له ايه، ها هنربط الحزام، عندك اراده ولا جاي تجرب؟ يقول لي لا انا جاي. طب انت عايز تخس ليه؟ فده سؤال مهم جدا، انت عايز تخس ليه؟ اجابه السؤال ده بالنسبه لي مهمه جدا. لو ما اقنعنيش باجابته بعرف ان هو جاي يجرب، وبسيبه ياخد التجربه زي ما هو عايز. بس يعني ايه 90% لازم هو يكون ماشي من عندك، وان هو واخد قرار ان هو يبدا الموضوع بجديه، انه تفاصيل الموضوع لو مشي عليها بالظبط هيخس فعلا. تمام. فلو انا اسمحي لي احكي الصوره دي مثلا، الحاجه صبره دي لو نرجع ثواني يا جماعه معلش، الصوره اللي هي اصل هو فيديو يتحرك يعني بيتعرض الصور. تمام. الحاجه دي مثلا اللي هي دي بالظبط كده، دي فوق 60 سنه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، يعني كانت جايه على عكاز الاول. وبعدين هي حاسه انها بدات تتعب، وحد قال لها ان في دكتور تغذيه كويس روحي له، فجات تقريبا 27 كيلو في اقل من 8 شهور نزلتهم، بس عشان السن 27 كيلو نزلتهم الحمد لله في 7-8 شهور تقريبا. يعني رجيم قاسي يا دكتور ولا بيبقى ايه الخطوات بالظبط؟ هو احنا فكره الدايت بتعتمد على حساب حاجه اسمها اللي هي الكالوريز او السعرات الحراريه. ان انا بديله سعرات اقل شويه من احتياجي اليومي، بحيث ان هو يخس يعني الخسان الصحي دوت من كيلو ونص 2 كيلو في الاسبوع. تمام. فاحنا النهارده انا بديك وصفات معينه ما بتجوعش وبتخس. اظن مفيش حاجه اسهل من كده، بخليك تخس وما تجوعش مع بعض. تمام. حلو. وبدون مجهود كبير برضو، ممكن ما اطلبش منك رياضه كتير او تعمل مجهود كبير، برضو هتخس، ومن غير ادويه احيانا، يعني اغلب يعني من غير الادويه كمان. احيانا كان غير ادويه. طب يعني جميل جدا. طيب ماذا عن بقى مبادره طمن قلبك؟ يعني انا كنت اعلم جيدا ان حضرتك في ظل ازمه كورونا حضرتك كان ليك دور فيها في التوعيه والثقافه، وعالجت الموضوع بامور ايجابيه تحفيزيه جميله جدا، ممكن حضرتك تكلمنا اكتر عنها؟ تمام. احنا ساعه جائحه كورونا عملنا توعيه في حاجه قلت كده في المحافظه، محافظه بني سويف، وجينا اتفاجئنا ان بدا العزل المنزلي وبدا العلاج من خلال المنزل. في بعض الناس
ربما ما يكونش عندهم امكانيات ماديه في ان هم يغطوا موضوع الجائحه ده، وكان في جزء تنمر، كان في ناس خايفه تقول ان هي عندها كورونا، كانت في مشاكل كتير قابلت المجتمع ساعتها. فقررنا نعمل مبادره ان احنا نعالج الناس دي اللي هي يعني تحت خط الفقر، نعالجها في السر كمان. وكمان عملت فريق عمل، كان في جزء بيتابع بالتليفون يوميا نشوف ايه الاخبار، المريض دوت انت عامل ايه، ده قاعد في بيته، فطبعا نفسيا ما حدش بيسال عليه، هو خايف يموت، فاحنا كنا متابعينه يوميا، اخبارك ايه، السخونه نزلت، الكحه راحت، الاعراض. وكان في تواصل معايا ومع فريق طبي برضه كان معانا، وبدانا نبعت العلاج بشكل مجانا تماما، ونتابع الحالات الحمد لله اكتر من 100 حاله تبنيناها بالتعاون مع جمعيه كشافه محافظه بني سويف، القائد محمد لطيف برضه ليه دور معانا هو والشباب اللي كان موجود، والحمد لله غطينا حالات كتير جدا، والحمد لله اكتر من 100 حاله خفت معانا الحمد لله رب العالمين. تمام، رائع جدا، يعني فعلا شيء اكتر من رائع. معلش انا حابه بقى بصراحه شديده جدا ان انا انقل على جزء تاني، وجزء يتعلق بالسياسه، لان ده سؤال يعني شائع بالذات للشعب السويفي. النهارده الشعب السويفي بيتساءل، هل دكتور احمد عبد الله مرشح للانتخابات البرلمانيه القادمه؟ تمام، هو الحقيقه كذا حد طلب دوت، بس الوضع الحالي انا شايف ان هو لا يسمح بهذا المجال. يعني خدمه الناس مش محتاجه يكون ليها كرسي في البرلمان، لا اطمع لهذا الكرسي خالص. لو هو جه لوحده ماشي، لكن انا مش هسعى ليه. يعني اللي عايز يخدم الناس يخدمهم من اي مكان، من داخل شغله، من داخل بيته، من داخل صيدليته. خدمه الناس مش محتاجه كراسي. الجزء السياسي احنا محتاجين رسالة وصلها لوزير التربية والتعليم، احنا محتاجين فعلا نغير الوعي السياسي عند المواطن، محتاجين الفكر يتغير شوية، محتاجين نخترع مادة مثلا نسميها ديمقراطية مثلا. تمام، لان احنا النهاردة عندنا لما شفنا اخر انتخابات ديت في محافظة بني سويف، عندنا 1,850,000 صوت نزل منهم 200,000 صوت. فأنا آسف، يعني ده يعتبر فشل الأحزاب السياسية كلها في المحافظة. تمام، أنا بس حضرتك هستأذن حضرتك. أستاذة ولاء معايا؟ أيوة يا فندم. أيوة، السلام عليكم يا أستاذة ولاء. أيوة. أولا بنرحب بحضرتك في برنامج يوم في الخير، واحنا عارفين إن حضرتك أحد النتائج الإيجابية، يا ريت يا جماعة بس لو الصورة معانا، احد النتائج الايجابية من مبادرة ابدأ حياة جديدة، صح؟ تمام. كلمينا بقى يا ولاء، ازاي خدتي القرار؟ ازاي قررتي ان انت تبدأي حياة جديدة؟ هو انا عايزة اقول الاول صباح الخير، صباح الفل اللي انا متابعتنا من وكده. ممكن تعلي صوتك، تعلي صوتك سنة بس. الو، ايوه معايا حضرتك. ايوه اتفضلي اتفضلي يا ولاء. هو انا عايزه اقول الاول صباح الخير صباح الامل والتفاؤل، وبجد انا مبسوطه جدا بيكي يعني. الحمد لله، ده قرار انا خدته لوحدي وانا مبسوطه بيه جدا، وفضل الدكتور طبعا يعني الله يكرمه، هو اللي غير لي حياتي طبعا يعني. طبعا، طبعا. انا بسالك يا ولاء، ازاي امتى قررتي ان انت تبتدي حياه جديده؟ امتى؟ هو القرار يعني انا ده من قبل كورونا كمان، من قبل كورونا، من زمان، من قبل كورونا جدا يعني. لا انا مش قصدي الوقت اللي هو شهر كام، يعني مش قصدي في التوقيت ده، لا انا قصدي ايه الموقف اللي حصل لك، او الحاجه اللي انت قلتي عليها لا انا لازم اغير حياتي ولازم انا هبتدي حياه جديده. هو انا ابتديت يعني ان انا اللبس طبعا ما بقاش بيدخل عليا، بدات اتضايق من نفسي، نفسيتي بقت مش حلوه، مش لطيفه اصلا يعني. فقلت انا يعني بصيت في المرايه وقلت ان انا خدت القرار ده ان انا لازم اخف اصلا يعني. طيب النهارده يا ولاء ما شاء الله عليكي، انت حاجه تحفيزيه جميله جدا، وناس كتير قوي ناس كتير قوي بتشوفك، وانا عارفه ان هم بيقولوا يا بختك وبرافو عليها وازاي بدات. ايه النصيحه اللي ممكن تنصحيها للناس اللي لسه قاعدين ومش عايزين يبداوا حياه جديده؟ هو انا بنصح ان احنا كلنا لازم نخس عشان حياتنا تتغير وتبقى للاحسن،
وبنصح ان اي حد لازم يخس هو لازم يروح عند دكتور احمد عبد الله. هو الصراحة يعني هيرتاح معاه جدا وهيرجع له حاجات 180 درجة. طبعا، والصورة أصلا بتتحدث عن نفسها. برافو يعني يا ولاء بجد. يعني انتي مثلا في الفترة دي ممكن تكلمينا، نزلتي الوزن يعني كام كيلو؟ كان قد ايه؟ ألو؟ هو تقريبا الاتصال فقد. بس ما شاء الله يا دكتور، يعني حاجة طاقة إيجابية جدا، حقيقي والناس اللي فعلا لازم يبدأوا حياة جديدة. فبعتذر لحضرتك على المقاطعة. لا طبعا مفيش مشكلة. حضرتك كنت يعني بتطرح موضوع جميل جدا، ان احنا نغير في التعليم بتاعنا، ان احنا نتكلم عن مادة بالظبط. ديمقراطية. طيب النهاردة يا دكتور برضو، يعني من وجهة نظر حضرتك، يعني بالنسبة لموضوع الانتخابات، يعني ايه السبب عدم المشاركة، او يعني ايه السبب عزوف الناس او عدم وعيها يعني؟ هو الناس في مصر بالذات زي ما اتعودها، يعني انا اتعود على حاجه معينه هعملها غير كده مش هروح. فانا وجهه نظري ان كان احنا لازم من الصغر، الجيل اللي جاي ده، ال4 سنين الجايين دول، احضر جيل سواء كان في الجامعه او سواء كان في المرحله الثانويه او في الاعداديه، يكون في ماده كده اجيب مثلا رائد فصل، ابدا افعل الكلام ده. رائد فصل هيبقى مثلا يخش انتخابات وابدا اعمل بانرات، نفس الفكره بس في شكل دراسي، ويكون مادة فيها نظري وعملي، يكون في حاجة سياسية تدرس في المدارس ويطبق عمليا. أصبح عندي جيل هيطلع عنده وعي، يعرف يعني إيه سياسة، عارف يعني انتخابات. النهاردة تسأل أي حد تقول له في انتخابات يقول لك إمتى ومين اللي هينزل. نعم أتحدى إن نص تلات أرباع الناس في الشارع ما تعرفش أصلا إن في انتخابات، وما تعرفش إن في حاجة يعني إيه هو الانتخابات وإيه فايتها، ما حدش فاهم الكلام دوت. فدي محتاجة تغيير ثقافة شعب. تمام. طيب يا دكتور برضو، انا حابة ان انا بقى يعني استغل الفرصة دي واسأل حضرتك، بما ان حضرتك شاركت في مبادرات شبابية كتير، مين حضرتك القيادة الشبابية اللي حضرتك شايف ان هو المفروض يعني يكون نموذج للشباب وحضرتك بتدعمه بالنسبة للمجتمع السويفي تمام. الاول؟ بالنسبه لمحافظه بني سويف، انا شايف مجموعه كبيره جدا نازله انتخابات. انا عن قرب عشرت احد الاشخاص اللي هو الاستاذ وليد سليم. الراجل ده مجتهد جدا، بيحاول ان هو من 4 5 سنين شغال على الشارع فعلا، نموذج شبابي مجتهد، لو حد طلب منه خدمه بيحاول يساعد الناس فعلا. العيله نفسها يعني عيلته، عنده عمه علي بكري سليم، حد سياسي معروف جدا في المحافظه وليه باع في السجن جدا. اخوه الاستاذ علي سليم نفس الكلام، راجل كان سياسي وله باع في النادي الرياضي، غير نادي الرياضي 180 درجه. فانا شخصيا ارشح استاذ وليد سليم في هذا المنصب المرحله الجايه دي، واتمنى التوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. طيب بالنسبه لمصر بقى عموما، يعني مين الاكتر شخصيه بارزه على الساحه وشبابيه، او حتى مش شرط شبابيه يعني، مثلا بس فعلا حضرتك لا ده مثال ونموذج ايجابي، بس على مستوى مصر عموما مش شرط بني سويف يعني؟ على مستوى مصر كلها؟ لا، في نماذج كتير. انت عندك استاذ احمد ابو هشيم مثلا، راجل اعمال ما شاء الله عليه، يعني قدر ان هو ينتشر في فتره قصيره جدا وما شاء الله نجح وبقى سياده النائب استاذ احمد ابو هشيم. وفي عندك مين تاني؟ عندك كمان طبعا ساويرس، حد يعني تمام حد بسم الله ما شاء الله برضه يعني. تمام طيب، يعني طبعا الوقت مع حضرتك يا دكتور يعني بيمر سريعا جدا، وبجد شرف لينا ان حضرتك وجود حضرتك معانا دكتور احمد، يعني كاستضافه لي احنا النهارده بنقدم نموذج فعلا جمع بين العمل والقياده، نموذج موجود فعلا على الارض الواقع، مش مجرد ان هو مثلا طبيب او اخصائي تغذيه علاجيه، لا ده فعلا بيشارك الشباب بمبادرات خير كتير جدا. في النهايه دكتور، ايه الرساله اللي حضرتك تحب توجهها للشباب عموما او للمجتمع المصري عموما؟ تمام. رساله مجتمعيه في الاول، كل الشباب ما تعتمدش على دراستك الاكاديميه فقط، حاول بعد ما تخلص تطور نفسك، احضر كورسات تنمية بشرية، احضر أي كورسات مفيدة ليك في مجال عملك، بتثقل سيادتك الذاتية، بيبقى عندك بعد كده رصيد كويس لما تيجي تشتغل في السوق.
رساله عن الصحه، حاولوا تحافظوا على اولادكم، العقل السليم والجسم السليم في الاكل السليم، الصحه مفتاحها الطعام السليم. تمام. في النهايه بشكر حضرتك جدا دكتوره احمد عبد الله خلف، اخصائي التغذيه العلاجيه، وان شاء الله نتمنى ان يعني يتجدد الموعد. إن شاء الله. دلوقتي مشاهدينا هنطلع تقرير صغير عن الأسطى زلطة، الأسطى زلطة أو هاجر أشرف، تعالوا نشوف قصة كفاحها في التقرير ده، وهنرجع لكم بعد الفاصل مع الأستاذ خالد محمد أخصائي التخاطب وتعديل السلوك. مهنة البناء والتشييد والعمل في المعمار مهنة شاقة على الرجال الأقوياء، مهنة تجوبها كل الصعاب والمخاطر، فما بالك إن عملت بها النساء. هاجر أشرف أو الأسطى زلطة ابنة محافظة المنيا التي تبلغ من العمر قرابة 21 عاما، هي إحدى رموز الكفاح والسعي من أجل الحصول على لقمة العيش الحلال، التي اختارت من النقاش مهنة لها حيث وجدت فيها ذاتها، فعملت منذ أكثر من 13 عاما، فقد كانت تبلغ وقتها من العمر قرابة 7 سنوات، حيث كانت تذهب مع والدها الأستاذ أشرف إلى العمل في المواقع المعمارية، وبمرور الوقت والتدقيق في كل ما هو كبير وصغير في هذه المهنة اكتسبت خبرة كبيرة في وقت صغير وبدأت في عمل هذه المهنة. هاجر أشرف التي اختارت طريق الكفاح الشريف كانت تعلم أنه طويل ومليء بالمصاعب، ومع ذلك سعت إلى أن تثبت ذاتها وسط كوكبة من الحرفيين في هذا المجال، وهي ابنة الصعيد تصول وتجول في أنحاء المحروسة رفقة والدها سعيا وراء الربح الحلال، بصبر وإصرار تسلحت وبمهارة وإتقان في مهنتها شقت الطريق، عازمة على أن يكون لها مستقبل أفضل، بطموح وأمال أن تمتلك مكتبا للأعمال الهندسية والديكور، كما أنها طمحت أن تنال تكريما من الأب الروحي لكل المكافحين من أبناء الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. أحمد الجمل، يوم في الخير. ودلوقتي معانا تاني فقرة، طبعا بنحب اولا ان احنا نعقب على الأسطى زلطة، بجد مثال للبنت الشرقية المكافحة اللي مش هاممها اي حاجة، بتشتغل عملها بمنتهى الاحترام وبمنتهى الاتقان، وده نموذج لكل الشباب او كل البنات ان هم يحتذوا بيه. تحياتي ليكي هاجر اشرف بنت محافظة المنيا. دلوقتي معانا الاستاذ خالد محمد اخصائي التخاطب وتعديل السلوك، بنرحب بحضرتك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا بحضرتك استاذة مروة. طبعا حضرتك النهاردة في برنامج يوم في الخير، واحنا عارفين انه علاج التخاطب عموما او الاضطرابات النطق والكلام بتبقى موضوع انساني. اكيد. حابين النهارده ان حضرتك تكلمنا اكتر للمشاهدين ايه الحالات اللي حضرتك بتتعامل معاها. هو من خلال مجالي في التربيه الخاصه، فانا بشتغل في اكتر من اضطراب، اكتر من اعاقه، اكتر من تاخر نمو لغوي، انواع واشكال كتير من الاضطرابات بنشتغل عليها، مش حاجه معينه، ولكن اكتر حاجه بتشغل او بتاخد تفكيري ومجهودي بشكل كبير جدا طفل اضطراب التوحد. اضطراب التوحد. طيب يعني ممكن حضرتك توضحه اكتر بالنسبه للمشاهدين، يعني ايه هو التوحد مثلا، وازاي ان حضرتك قدرت ان تحط له او تضع ليه خطط علاجيه؟ اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي ارتقائي بيبدأ مع الطفل من بداية سن الرضاعة لغاية قبل 3 سنين، وبناء عليه بنبدأ نشخصه وبنطبق عليه مقاييس وبنعرف هو توحد ونسبة شدته قد إيه، ومن خلال شغلنا معاه والتقييمات والمقاييس اللي بنطبقها على الطفل بنبدأ نحط خطة
تأهيلية. طبعا بيتحط تحت الملاحظة لمدة أكتر من أسبوع أو أسبوعين عشان نطلع بالسلوكيات اللي احنا عايزينها واللي احنا هنحطها في البرنامج التأهيلي بتاعنا، سواء البرنامج السلوكي أو التخاطبي أيا كان. يعني هو بنشتغل على برنامج شامل، ومن خلال التقييم بنبدأ نقل الطفل مرحلة مرحلة، يعني مرحلة مرحلة، من الأسهل للأصعب 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 لغاية لما نوصل بيه لمرحلة التقدم. تمام. طيب يا أستاذ خالد، النهاردة في أولياء أمور برضو من ضمن الأسئلة اللي كانت شائعة لينا برضو يعني على صفحة البرنامج، إن عندهم طفل توحد بس هم مش عارفين يتعاملوا معاه، فحضرتك إيه النصايح النهاردة اللي حضرتك بتنصحها للأسرة علشان يقدروا إن هم يتعاملوا مع طفلهم من اضطراب التوحد؟ يعني المفترض إن كل ولي أمر سواء أم أو أب هتتعامل مع ابنها وهتتقبله زي ما هو، لكن احنا هنتكلم في نقطة مهمة جدا. انا ابني عنده اضطراب في توحد، ولنفترض مش هحط ايدي على خدي واقول انا ابني عنده اضطراب فمش هقدر اعمل معاه حاجة، فبالتالي يصعب ان هو يكتسب هدف او يكتسب نشاط اجتماعي او ايا كان. فهنا هتبقى النتيجة انعكاسية على الطفل، هيثبت فعلا زي ما هو، مش هيتقدم ومش هيتطور. وفي اولياء امور اخرين ممكن تاخد الطفل تبتدي توديه جلسات وتقول لك انا بعمل اللي عليا وبودي ابني جلسات تخاطب وكده، انا ما فيش بيدي حاجه تاني او مش هقدر ان انا اتعامل مع ابني، فانا سايباه للاخصائي يتعامل معاه. ده اكبر غلط بشكل كبير جدا في تفكير اولياء الامور. فاحنا المفروض ان احنا بنشتغل على المجهود الشخصي، لان الطفل بيبقى قاعد معاه في البيت اكبر وقت ممكن في مع اولي الامر، مع الام مع الاب ايا كان، بيبقى قاعد في المنزل اكتر وقت ممكن. لكن مع الاخصائي ممكن يقعد معاه ساعه الا ربع، مده الجلسه ساعه اقصى حاجه ممكن يقعدها معاه، فمش هياخد كل حاجه من الاخصائي. الاخصائي ما هو الا مفتاح بيفتح الهدف لولي الامر، وانت تشتغلي معاه طول اليوم بعدد ساعات كتير جدا عشان خاطر تقدري توصلي بابنك لاكتر مرحله متطوره في المستقبل عامه. تمام. يعني نفهم من كلام حضرتك ان الاسره ليها عامل اساسي بالنسبه لنجاح خطه العلاج. اكيد اكيد. طيب النهارده برضو يا استاذ خالد، ناس كتير قوي بتتكلم عن الاطفال اللي عندهم فرط حركه او تشتت انتباه، ازاي حضرتك او اولى خطوات العلاج اللي حضرتك بتبداها مع الطفل ده؟ طفل عنده فرط حركه، جزء مهم جدا ممكن نشتغل عليه ان هو يدخل في النشاط الرياضي. لازم نطلع الطاقه اللي جواه، بس مش هينفع ان انا اوديه نادي واسيبه طول اليوم يجري في النادي ويلعب سباحه وغيره 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 ويروح ينام وخلاص كده وما اكتسبش حاجه في المجتمع. فاحنا عايزين نشتغل نسبيا على النشاط الرياضي ونسبيا على انشطه الانتباه والتركيز في البيت او من خلال الجلسات عموما، وبنطبق نفس اللي بيحصل في الجلسه في البيت على شكل مستمر. وممكن نوظف حركات فرط الحركه للطفل، بنوظفها بشكل ايجابي، يعني ممكن نحولها من انها سلبيه من تكسير وتخبيط ويروح وجاي بدون هدف، نطلع الطاقه دي في حاجه ايجابيه. بالظبط. تمام. فممكن نحولها لطاقه ايجابيه، نوظف الطفل كل حاجه قدامه بياخدها بيرميها على الارض، فاحنا نعلمه هنا ان احنا نعمل له اشباع في حته الرمي، ممكن نخليه يرمي في باسكت، يرمي، المهم ان هو يشتغل بهدف معين. فهماني؟ ومن خلال دوت احنا بنقعد نشتغل على انشطه الانتباه والتركيز، زي ان هو ازاي يفرز اشياء دقيقه، ازاي يفرز على حسب الحجم، على حسب اللون، على حسب الشكل، كل ده بيقعد الطفل ويخليه يركز في النشاط اللي هو شغال فيه. تمام. رائع. تمام. جدا. يعني كل ما هو سلبي ان احنا نحوله لشيء ايجابي، ده طبعا أكيد بيقلل نسبه فرط الحركه بشكل كبير. طيب التساؤل برضو اللي بيختلط على اولياء الامور، ان هم مش بيبقاش قادرين يميزوا بين الطفل اللي عنده فرط حركه او تشتت انتباه والطفل اللي هو الشقي، فده ازاي ولي الامر يقدر ان هو يميز بين هو اولا في اختبار اسمه اختبار كونارز بنطبقه على الطفل اللي بيبقى فيه نسبة شكوك ان هو ممكن يكون فرط حركة وبين الطفل الشقي. اختبار كونرز بيوضح لي اكتر اذا كان الطفل ده عنده فرط حركة ولا لا، اذا كان الطفل ده مجرد شقي ولا فعلا هو عنده فرط حركة مش قادر يتحكم فيها. ولكن من خلال الخبرة العملية او بوجه عام، طفل الفرط الحركة بيبقى حركته بدون هدف،
بيبتدي يتحرك رايح جاي في كرسي، ابتدي الف حواليه، ابتدي ارفرف في ايدي واتحرك واروح واجي، مفيش هدف، ما بيقدرش ينهي النشاط بشكل ايجابي. يعني في نشاط انا طالبه منه ان هو يعمله، لا هو مجرد ما يقعد ثانيه ثانيتين هتلاقيه قام ومش مش هيكمل النشاط. حاجه كمان في طفل فرط الحركه، الطفل ما بيقدرش ينفذ اوامر. يعني مثلا والدته بتقول له هات مثلا كوبايه من المطبخ او ايا كان، هات كذا من المطبخ، فهو مش بيقدر ينفذ الامر، بينفذه ممكن بصعوبه جدا وبمساعده شديده جدا من ولي الامر. اما الطفل الشقي فهو ممكن تكون لعبه محببه ليه على رف عالي، فانا هجيب كرسي وهجيب 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 اكتر من حاجه عشان خاطر اوصل للهدف اللي انا عايزه. فالفكره هنا ان الطفل فرط الحركه بيشتغل بشكل عشوائي او حركته عشوائيه، ما بتكون يعني بتكون بدون هدف. اما فرط الطفل الشقي او النشاط الزايد اللي عنده او عنده طاقه زياده، فدوت بيشتغل بهدف، بيقدر ينفذ اوامر. لو ولي الامر قاعد قدام ضيوف وطلب منه انه يقعد مؤدب بيسمع الكلام وبيقعد لفترات معينه ولكن بيستجيب للامر. اما طفل فرط الحركه يصعب السيطره عليه. تمام. طيب يعني احنا التساؤل برضو اللي انا يعني حابه ان انا اساله لك الاخير يا استاذ خالد، الرساله النهارده اللي حضرتك بتحب ان انت توجهها للاسره عموما، يعني اولادهم ما بيعانوا من اضطرابات نطق وكلام او الحالات عموما، يعني سواء كان توحد بقى او المجالات دي، ايه الرساله اللي حضرتك تحب توجهها النهارده للاسره؟ المفروض ان احنا بنشتغل بشكل كبير على ان احنا نخلي ولي الامر يكون عنده وعي ويكون في برامج توعيه عشان خاطر يقدر يتعامل مع ابنه. فهنا هنتكلم عن ان ولي الامر ما يسيبش ابنه قدام الشاشات بشكل كبير. ما ينفعش ان انا اسيب ابني بحيث ان هو بيزن، ابني بيزن، فانا ورايا اكلي ورايا شغلي ورايا توظيف في البيت والكلام ده كله، فانا عشان اريح دماغي من الزن دوت، فانا هسيب ابني قدام الشاشه او هديله الموبايل بتاعي يقعد عليه، فبالتالي انا كده باخر ابني وبعمل له انتكاسه في اللغه، مش هيقدر يكتسب اي مهاره اجتماعيه، مش هيقدر يكتسب المهارات اللغويه، هيبقى في تاخر في نسبه قدراته العقليه. فاحنا مش عايزين نوصل ده، عايزين نشغل الطفل بشكل واقعي اجتماعي، بمعنى ان انا ابني معايا انا في المطبخ، هاخده معايا في المطبخ، بعمل سلطه، بعمل اي حاجه، اعرفه ان السلطه بتتعمل من كذا وكذا وكذا، فبالتالي بيكتسب معلومه. هنقفل الشاشات خالص او هنخلي نسبه بسيطه، ولو هنشغلها على برامج تعليميه بشكل بسيط جدا، يعني اللي هو ايه، هيتعلم هدف خلاص، قعدنا ربع ساعه قدام الشاشه او 10 دقائق نقفل الشاشه ونبتدي بقى نطبق في الواقع. تمام. انا في النهايه طبعا يعني الموضوع فعلا شيق وفعلا بيخص فئه ليست بالقليله. انا في النهايه بشكر حضرتك استاذ خالد محمد اخصائي التخاطب وتعديل السلوك، وان شاء الله هيتجدد الموعد ان شاء الله. دلوقتي مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل وهنرجع لكم مع اخر فقره معانا، وهو تكملة لعنوان كيف نجذب ما نحب، مع المبدعين الأستاذ محمد غراب والأستاذ أحمد راضي والأستاذ محمد اليمني. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في آخر فقرة، وهي بجد فقرة متميزة جدا، مع كيف نجذب ما نحب مع المبدعين الثلاثة. أولا بنرحب بيهم أستاذ أحمد راضي مدرب تنمية بشرية تحفيز وتطوير ذات، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. الأستاذ محمد غراب مدرب معتمد بمجال الطاقة الحيوية، بنرحب بحضرتك يا فندم. والأستاذ صباح الخير يا مرمر، صباح الخير يا زينب، صباح الخير يا مصر. الأستاذ محمد اليمني متحدث تحفيزي، يعني بعد إذنكم أنا بس حابة إن أنا أسأله دلوقتي سؤال. يعني يا أستاذ محمد حضرتك طلعت معانا في الفقرات السابقة، يعني أنا حابة أسأل حضرتك على اللوك اللي حضرتك عامله ده. والله أنا اللوك اللي أنا عامله ده الشيخ مبروك عطية، بجد أوجه له تحية من قناة الصحة والجمال من برنامج يوم في الخير،
بجد اتفرجت عليه لقيت فيه محتوى بيتكلم عن محتوى وبيتكلم عن مشاكل وبيحل بيقول حل المشكله يعني بطريقه مثلا شيك جدا بطريقه كوميديه يعني يا زينبو اتشهرت جدا يا زينبو دي يعني حاجه فيها كوميديه وفي نفس الوقت فيها رساله وفي نفس الوقت الورد بقى يعني طب حضرتك قصه الورد دي بقى هي اللي انا بقى ايه ركزت فيها فقلت الراجل ده يعني الورد ده معاه ينوب عن ايه في ايده فالورد طبعا الورد وجمال الورد وحلاوه الورد تمام طيب هستاذن حضرتك بقى تخلع علينا النضاره عشان المشاهدين يا مرحب اهلا وسهلا ونرجع تاني لضيوفنا الكرام طبعا استاذ محمد واستاذ احمد كنا قبل كده اتكلمنا في حلقه سابقه عن كيف نجذب ما نحب تمام. لكن نظرا لضيق الوقت ما عرفناش ان احنا نكمل النهارده حابه اسال حضرتك يا استاذ محمد هل التخيل العقل ممكن ان هو يسيطر على التخيل؟ هو اول حاجه التخيل عباره عن ايه؟ التخيل عباره عن ان احنا بنشوف صوت الواقع قدامنا جوانا لان العقل الباطن عشان ان هو يستشعر اليقين في المشاعر الايجابيه لازم يبص ويشوف الواقع الخارجي جواه. لو واحد مثلا هيعمل حاجه ما ينفعش يوصل لمرحله اليقين الا اذا كان عقله نفسه متاكد جدا. ده طبعا مع التدريب مره في مره التخيل بيجي مع الانسان مره في الثانيه في الثالثه مش من اول مره لكن كل ما كان التحفيز اكتر وكل ما كان الانسان قدر ان هو يركز قوي على ان هو يشوف الصوره التخيل قدامه طبعا العقل بيسخر جدا جدا ليه لان هو مجرد ما العقل طبعا ده بوجه لكل اللي بيسمعني مجرد ما انت تركز على اي صوره جواك وتحس بيها جدا جدا فورا الكون بيتنفذ يعني انت خليفة الله في الكون يعني انت قوتك هائلة جدا جدا تمام طيب من التخيل للتغيير والتحفيز استاذ احمد ممكن حضرتك النهاردة تقول للشباب ايه هي اولى خطوات التغيير الايجابي خطوات التغيير الايجابي اول حاجة نعرف يعني التغيير الايجابي التغيير الايجابي ان انت بتغير بتضع لنفسك افكار ومشاعر بتعمل على احداث التغيير بداخلك انت ان ربنا عز وجل قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فالتغيير اول خطوه فيه لازم يكون نابع من داخلك انت تجذب لنفسك افكار تساعدك على ايجابيه تساعدك في ان انت تغير من داخلك فاحداث اللي هو توضع لنفسك احداث وافكار بتعمل على التغيير داخلك وبالتالي فالتغيير اولى خطواته اللي هو انت اولى خطوات التغيير اللي هو انت بتدعم نفسك وبتشجع نفسك وبتوضع لنفسك خطوات اول خطوات التغيير ده اللي هو انت يعني يبقى عندك استشعار يعني يكون عندك ترتيب للافكار وبتغير افكارك بتحطها في واقع الفعلي وبتضع لها خطوات وبتضع لها اهداف وبتطبق الخطوات وبتضع افكار ايجابيه بتساعدك ان انت تدعم فكرتك او هدفك وبالتالي فالتغيير بيكون لازم يكون ليه دوافع ويكون ليه دعم ايجابي والبيئه برضو بتفرق في التغيير والاشخاص ومدعمه الاشخاص لانفسهم وكده بتساعد في التغيير يعني تمام يا استاذ احمد حضرتك بقى يا استاذ محمد حضرتك النهارده جايب لنا مجموعه من الورود اللي بصراحه يعني انا بعشق الورود حضرتك ايه مدلول الورد يعني من وجهة نظر الناس يعني مثلا حضرتك دلوقتي دي ورد أبيض وأحمر ومعانا برضو بينك يعني ممكن حضرتك في نقاط سريعة جدا تقول لنا مدلولات الورد لا بجد الورد ليه حد يحس بيه اللي بيحس هيحس بالورد وهيشوف ألوان الورد بجد ده اللي بيحس هيمسك الوردة يعني مثلا الوردة البيضة مثلا الوردة البيضة دي بتدل على ايه؟ هي وردة ممكن نمسكها كده وردة بيضة بس اللي فاهم الوردة انا قعدت مع ناس اصحاب محلات ورد حساسين جدا بالورد وعندهم احساس كبير جدا بان انا ماسك الوردة البيضة دي بتدل على ايه؟
تمام. الورده البيضه بقى بتدل على ايه؟ صفاء البني ادم، صفاء البني ادم، صفاء اللي انت بتقدمها له او اللي واخدها. تمام. دي الورده البيضة. تمام. هي الوان الورد كلها جميله. تمام تمام. طيب يعني انا برضو شايفه حضرتك عامل لنا لوك جديد على مصر وورد وكده، ايه الرساله النهارده يا استاذ محمد اللي حضرتك حابب ان انت توجهها؟ انا عندي فيد محبه البلدي. يعني الورد بالنسبه لك الورد ده كان صوره زي ما قال الدكتور دلوقتي، ان صوره كده بتاخديها في خيالك بالوانها، مهما كان عندك اي مشكله تخلي الصوره دي قدامك وتشيلي كل الحاجات اللي ملهاش اي لازمه وتخلي الصوره دي وتبتدي تفكري. انا لو هبتدي افكر هفكر في الصوره الجميله وابتدي افكر جميل. تمام. وافكر بجد وافكر بترتيب، لو قدامي صوره جميله لكن لو حاطط جوايا مشكله بصوره المشكله مش هحل المشكله. تمام تمام. طيب احنا بس معانا برضو تهنئه، يا ريت يا جماعه برضو نحضر التهنئه، وحابه برضو ان انا اسال. تمام. بنحب ان احنا نبارك لزميلنا العزيز استاذ احمد صلاح صحفي بجريده المشهد، وعروستنا الجميله ندى السعداني على الزواج السعيد، وطبعا الحفل الزفاف تم في بوسط العائله وبمشاركه النائب مصطفى جعفر سلمان والأستاذ أسامة السقعان رئيس حي الوراق. بنحييهم جدا وبنبارك للعروسين، وإن شاء الله حياة سعيدة وحياة أجمل إن شاء الله. في النهاية ألف في النهاية ألف ألف مبروك يا عروسة، ألف مبروك ألف مبروك يا عريس، بنتمنى لكم على خير يا رب. هنختم دلوقتي، الوقت فعلا بيمر سريعا، انا اسفه جدا ليكم، بس ان شاء الله وعد ان هيتكرر الموعد تاني وهيتكرر الموعد مع حضرتك. يا شرف لينا يا دكتوره مروه بجد، يعني مع الناس المحترمه كمان اللي حضرتك جايباهم، نماذج بجد يعني متشرف. وانا حبيت ان انا اربط النهارده بين طاقه حيويه وتحفيز، وحضرتك برضو متحدث تحفيزي. في النهاية مشاهدينا الكرام، فعلا الوقت بيمر معاكم بسرعة، وأنا ببقى سعيدة جدا، ونحب نقول إن يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير، يوم في الخير بكرة أحلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير، فحفظ الله.